اهلا بيكو. الفيديو ده ان شاء الله يكون الفيديو الاخير في المحاضره بتاعه الكلاس روم مانجمنت. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الموتيفيشن، وكمان اتكلمنا عن بعض النصايح للتايم مانجمنت ما قبل وفي اثناء المحاضره بتاعتك. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن جوه المحاضره غير التايم مانجمنت، بعض النصايح اللي ممكن تخلي المحاضرة بتاعتك أحسن والناس اللي فيها يستفيدوا أحسن. الشغل ده الحقيقة من شغل واحدة اسمها ناتالي شوارتز، اللي قدمت شوية نصايح جميلة في مقالة ليها، وأنا خدت منها بعض النصايح اللي هي قدمتها علشان أكلمكم عنها. اول حاجه ان انت استابليش بوزيتيف ريليشن شيب. احنا اتكلمنا على استابليش ريليشن شيب، وبشكل عام كل النصايح اللي قلناها قبل كده على انك تفتح خطوط التواصل بينك وبين المتدربين او المتعلمين عندك كانت في الاتجاه الايجابي. كمان حافظ على ده بان علاقتك بيهم تبقى دايما في الجانب الايجابي، ما تبقاش تفكرهم بان انت لك عليهم سلطه او ان انت لك عليهم تقدر تضايقهم بحاجه، سواء درجات او الشهاده هتمضيها ولا مش هتمضيها او. لا، دايما انت فكرهم بان احنا جايين هنا عشان نستفيد مع بعض. دايما فكرهم بان انت بتستفيد منهم زي ما هم بيستفيدوا منك، وعلى فكره دي حقيقه مش كذبه. انت بتستفيد من الناس اللي انت بتعلمها زي ما هم بيستفيدوا منك، لان هم بيقولوا لك افكار، بيقولوا لك حاجات ممكن ينبهوك لحاجات انت ما كنتش تعرفها قبل كده. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلق صلة جيدة بينك وبين المتدربين او المستمعين ليك. دايما اتكلم بشكل فيه حافظ فيه على ابتسامتك. لما انت تبقى مبتسم وانت بتتكلم عن الناس، او على الاقل وشك اقرب للابتسام، الناس هتبقى مقبله عليك. ده كله بيساعد على ان انت تخلق الصله الايجابيه اللي هي بتتكلم على هنا ناتالي شوارتز، ان انت تستابليش البوزيتيف ريليشن شيب. ويمكن في نصايح تانية اتكلمنا عنها قبل كده في المحاضره بتاعت اعداد وتقديم المحاضرات، يا ريت ترجع لها وتشوف ازاي تحافظ على تواصلك المستمر مع الناس اللي انت بتتكلم معها. البريز اتكلمنا عليه في الموتيفيشن. انت دايما حاول تستخدم الجمل الايجابية اللي فيها تشجيع، برافو، انا شايف بروجرس، ما شاء الله، ده انت عملت حاجات كتير ناس كتير غيرك ما تعرفش تعملها، غيره وغيره من الجمل اللي ممكن تستخدمها في أثناء التواصل اللي بينك وبين المتدربين أو الطلاب، تساعد على أن صلتك بيهم تبقى أحسن، تخلي الناس جوه المحاضرة بتحبك. خلي بالك، قلنا الكلام ده وبنقوله وهنقوله دايما، لو اللي قدامك قاعد مش بيحبك مش ممكن يتعلم منك حاجة. يبقى أنت محتاج دايما تخلق كل الفرص وتستغل كل الفرص اللي تخلي اللي قاعد قدامك يحبك بيها. من ضمنها ان انت دايما تشكر، ان انت دايما تقول برافو، ان انت دايما تقول good progress, good work, I'm proud of you. كل ده بيساعد اللي قدامك على ان هو يحس بسعادة وهو قاعد يسمع. دايما خليك open للفيدباك. وهنا نقطة الفيدباك الحقيقة فيها جانبين. الجانب الأولاني إن أنت حاول دايما يكون عندك في فيدباك ميكانيزم بعد المحاضرة أو بعد الكورس، بمعنى يبقى سيرفي، حد يخش يسأل الناس أي مكان، بشكل مش دايركت بينك وبينهم. ليه؟ لأن في حاجات كتير الناس مش هتحب تقولها لك مباشرة، خصوصا لو مش عاجبهم. يعني ممكن اول واحد يطلع يقول لك انا متشكر جدا المحاضره بتاعتك استفدت بيها، ممكن واحد تاني يطلع يقول لك طريقتك في العرض عجبتني جدا وانا مبسوط. ده ممكن يحصل، فهتلاقي الفيدباك الايجابي جاي لك. الفيدباك الايجابي مش هو اللي بيفيدك على فكره، اللي بيفيدك هو الفيدباك السلبي، وده نادرا ما هتلاقي واحد يطلع يقول لك انا ما عجبنيش كذا 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 من اللي انت قلته، او ما عجبنيش كذا كذا في طريقه القائك او طريقه تقديمك للمعلومه.
ده بيخليك محتاج ان انت تعمل السيرفيز دي بعد المحاضرة او بعد الكورس. وفي خلال الكورس دايما اسأل الناس رأيكم ايه، طب ده كويس كده، واضحة انا كده شرحت ولا محتاج الموضوع يتشرح بشكل تاني، طيب في اسئلة، في تعليقات، في خليك دايما محسسهم ان انت مستعد وبتحب الفيدباك، لان باتوم لاين الفيدباك ده فايدة كبيرة جدا ليك، فايدة كبيرة جدا ليك كترينر وكتيتشر، ان انت بتشوف الناس ايه اللي عاجبها وايه اللي مش عاجبها علشان تحاول تحسن من نفسك. انت عايز تطور نفسك، اذا كنت عايز تشتغل في مجال التريننج او في مجال التيتشنج فانت عايز دايما تبقى احسن. عشان تعرف ده هتعرفه ازاي؟ لازم تاخد فيدباك من الناس. برضو موضوع السيف انفايرمنت، الانفايرمنت اللي بيبقى فيها مشحونه بالقلق ومشحونه بالمنافسه دي مش سيف انفايرمنت. علشان نخلق سيف انفايرمنت انت عايز توري اللي قدامك وتشجعه انه يغلط. اكتر حاجه بنتعلم منها هي ايه؟ اخطانا. فاذا اللي قدامك ما قالش اجابه غلط او اللي قدامك ما قالش تعليق مش في محله يبقى مش هيتعلم. لكن ازاي تشجعه يقول اللي جواه؟ تشجعه يقول اللي جواه بان انت ما تصدوش لما يغلط، ما تعاقبوش لما يجاوب اجابه غلط، وانما طيب هو فعلا الاجابه دي ممكن كانت تنفع لو الظروف كذا كذا كذا، بس احنا ظروفنا مختلفة شوية، ايه رأيك تاني؟ في حاجة تانية ممكن تقولها؟ مثلا يا ترى احنا دلوقتي قاعدين وعاملين ديسكشن واحد طلع بفكرة ملهاش أي علاقة بأي حاجة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ايه يا عم ده؟ هو ده ينفع؟ ده مش موضوعنا خالص، استنى أنت شوية، ايه رأيك؟ ده ينفع؟ أعتقد إنك مش هتختلف معايا في إن ده أسلوب ما ينفعش. دايما انت شجع الناس على الخطأ، دايما شجعهم ان هم يقولوا اللي جواهم علشان تصلح لهم الخطأ، مش علشان تكبسهم او تقول لهم انتوا غلط، لا مش هو ده الغرض ابدا، وانما الخطأ هو الخطوة الاولانية عشان نتعلم حاجة جديدة، فبالتالي لازم تشجعهم بدون تعايزهم يتعلموا. اخيرا محتاج تستبلش الاكسبكتيشنز. يعني ايه استبلش اكسبكتيشنز؟ يعني مثلا احنا محاضرتنا النهارده كام ساعه؟ هنخلص الساعه كام؟ هناخد بريك الساعه كام؟ في امتحان؟ مفيش امتحان. في اكتيفيتي؟ مفيش اكتيفيتي. انا ليا رولز، محدش يشغل موبايل في المحاضره، او ممنوع يا ريت محدش ياكل في المحاضره، بلاش كلمه ممنوع دي، بلاش حد ياكل في المحاضره علشان ده ممكن يضايقنا. يا جماعه انا ما بحبش حد يخش متاخر بعديه، فياريت لو تحاولوا تخشوا قبليه دايما وتيجوا في ميعادكم. ايا ما كانت الحاجات اللي انت عايزها كرولز او اللي المفروض الطالب او المتدرب يبقى عارفها. يا جماعه انتوا قبل ما تيجوا بعد كده لازم تبقوا جايبين البلطو بتاع الورشه او البلطو بتاع المعمل. اوكي، فيبقى انت تقول لهم مره واثنين وتفكرهم عشان لما ما يجوش بالبلطو بتاع المعمل ما يدخلوش المعمل مثلا. فهنا الاستابليشنج اكسبكتيشن، احنا الكورس بتاعنا ده في الاخر ما فيش امتحان من الاول، وتفكرهم تاني في النص يا جماعه احنا الكورس بتاعنا مش هيبقى فيه امتحان لكن التقييم هيبقى على كذا وكذا وكذا وكذا. يا جماعه انا المفروض انتوا على اخر المحاضره النهارده هنعمل كذا وكذا وكذا، فاستعدوا من دلوقتي، انتبهوا للنقط اللي بقولها دي عشان دي هتستعملوها في كذا. انت لان انت عملت ديزاين للسن، عملت ديزاين للمحاضره، عملت ديزاين للكورس، انت شايف ايه اللي هيحصل قدام، فتبتدي دايما تقول لهم ايه اللي هم يتوقعوه، ايه اللي هيحصل قدام، بالاضافه الى النقط اللي انت ما بتحبهاش او اللي مش عايزهم يعملوها او اللي هي بنسميها الرولز بتاعت الكورس. ده يوصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا النهاردة اللي هي المحاضرة الخاصة ب الكلاس روم مانجمنت استراتيجيز. الحقيقة الفيديو الأخراني ده اتكلمنا على بعض النصايح اللي انت المفروض تعمله جوه المحاضرة او تنتبه ليه جوه المحاضرة. اغلب المحاضرة دي محاضرة الكلاس روم مانجمنت استراتيجيز قضيناها في وقت بنتكلم على الموتيفيشن. الموتيفيشن هو اهم حاجة
في الاستراتيجيز بتاعتك، وده اكتر حاجة محتاج تفكر فيها. بس كمان قضينا شوية وقت بنتكلم على how to manage your time والتايم سواء قبل المحاضرة او بعد المحاضرة، وبعدين اخيرا قفلنا بالنصايح اللي قلناها في الفيديو ده. ده كده يكمل محاضرتنا. ارجو انها تكون كانت محاضرة كويسة، وانا دايما برضو open for feedback، احب اسمع منكم، احب ايميل او تعليق على الفيديو على يوتيوب او باي طريقة تتواصل بيها معايا. انا اكون سعيد ان انا اسمع رأيك واسمع ازاي ممكن احسن شغلي عشان نستفيد كلنا مع الوقت ان شاء الله. ارجو ان المحاضرة دي تكون عجبتكم، وان شاء الله نكمل بقى في محاضرتنا بتاعة الكورس of training of trainers، فتابعونا في المحاضرات الجاية ان شاء الله.